بسم الله نبدا كلامي وننظم ونذكر هذا البر ليه التحيات من بكري مشتاقنا ليهم سلم ونقصد اهلي ذوك رجال سادات وجميع اللي ساكنوا ليه نعمم ومن بعد التعميم خصصت الكلمات قصد مسعد جيت هذا رقم سقم ولسلمان جيت قصد لا تلفات ومقصودي في القاهره ثم مرسم وسلم مختار اللي مؤسس ركيزات هو بنصيب الخير من خلى معلم وطاهر يذيك نسف الشجرات مركز علم وناسها ثم تكرم وما الجاهل الضيف اللي قاصد بات مقصودي في القاهره ثم مرسم وسلم مختار اللي مؤسس ركيزات وهو بنصيب الخير من خلى معلم وطاهر يذيك نسف الشجرات مركز علم وناسها ثم تكرم وما الجاهل الضيف اللي قاصد بات وسط الجلفه هي الولايه مغنم وسط الجلفه هي الولايه مغنم وسيدي نايل ذاك به السلالات مسلم ماهوش يمشي متزعم ومتواضع في سيرته مولانا دهات والخرشوفي ذاك من قال تكلم وقال عليه يعود مولا كرامات طايع شيخ وزايد طايع شيخ وزاهد الدنيا سالم وخلى من الاولاد ياسر وبنات عرش ومتقابله من عم العم وعلامه مرفوع دايم بالرايات اترابو ماشي على كل مقسم والجزائر وطننا وطن العزات رمز الشهداء اللي ماتوا من ثم والمليون ونص الله يرحم الشهداء قولوا امين في خاطر الشيخ وخاطر الجماعه قولوا الله يرحم الشهداء ان شاء الله امين يا ربي امين ونقولوا رمز الشهداء اللي ماتوا من ثم والمليون ونص اعداد الوفاه من الصحراء للتلبر وتتكلم وبصوات ودوا على كل الجهات رجاله عنيف من كانت تقرم ويخسر من جيبه قد الواجبات وياسر من اللي كان بلسان وقلم ويوعي في الناس حرر مقالات ما جادش بسهول يا سامع وافهم واقرا للتاريخ تعرف تضحيات الزوايا كالت الناس الطعم تدرس في تخطيط هذوك الغوزات كل الناس تقوم للشيخ ابن عم وماذا في التاريخ كاين ثورات كم مراكز كان منها يتالم ويا وانقرض وما تعود هنا هيهات احذي وطنك كون دايم وسالم وابني كل ما تواتيك الفرصات واختير ابليس هذاك يهدم وياك تكون مفتاح شرورات لازمنا نبقاو اخوه في الدم لازمنا نبقاو اخوه في الدم وربي وصانا على هذه الصفات قال اتفقوا ايد واحده تعتصم وتعودوا عرصه على كل الشتات وما هو باقي قال لي شانو عظم وسبحانه هو الواسع الرحمات طيع الخالق راك عمرك ما تندم ولا تظلم الخلايق بالمكرات طيع الخالق راك عمرك ما تندم ولا تظلم الخلايق بالمكرات اللي ظالم خوه هذاك المجرم وراه يجيه نهار لابد الممات راه يجيه نهار لابد الهرم وتفنى عمره والليالي ونهارات ما ينفع في الفايت هذيك الندم والسعيد اللي فارس لحظات وما يمنش الفانية هذيك تلطم وساعة وساعة طيح في حفرات وبنادم ضعيف عمره ما يحكم والنفس ضعيفة تحب الشهوات العاقل مره في الربع اعتصم وكي يقلط لابد يرجع للتوبات العاقل مره في الربع اعتصم وكي يقلط لابد يرجع للتوبات استغفر الله ذا قول بنادم والشاعر ضعيف من جاب الكلمات الشاعر معروف بالنايل يختم وجاب عوينه ناقصته امكانات ذاكر ناس الخير ماهوش محتم وقانع من قلبه مسطر ذا الابيات ساكن حسن العشعن بحبح كلم والجلفه هي طباع الولايات والصلاه عليه وزين الخاتم وشافع الامه ونزيدوا صلوات.